داكشي ديال الله. زعما النصيب ماشي حنا اللي كنحددوا امتى وكيفاش وعلاش. اكيد حنا كنقولوا غنديروا 26 غنديروا 27 هذا، ولكن كلشي في يد الله. ما عمرني ما قلت انا رافضه الزواج، غير ان شاء الله النهار اللي يجي الشريك المناسب للحياه ديال ابتسام تيسكات واللي غتفاهم معاه مرحبا علاش لا. دابا انا مجوجه بالفن.